مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في تفاصيل هذا النزال الحماسي المجنون. نزال إزالة الشك بشأن مؤهلات المقاتل العربي بلال محمد أمام العملاق تامبسون ستيفن تامبسون المصنف الخامس في ترتيب الوالتر وايت في مواجهة المقاتل الفلسطيني بلال محمد المصنف عاشرا. خضع تامبسون في جولة النزال الأولى لضغط محمد بلال الرهيب وحصاره اللصيق في المصارعة، ميزة تنافسية أصر بلال على تفجيرها رغم مقاومة تامبسون الشديدة، إلا أن بلال تمكن من خصمه جيدا في نهاية الجولة الأولى وألحق به أذى بالغا بلكمته الجانبية. نجاح استراتيجية بلال جعله يزيد من حدة استخدامها في الجولة الثانية مثبتا تامبسون لأكثر من 3 دقائق على الأرض، حيث حاول في البداية تثبيت يد تامبسون وبعد المقاومة القوية تحول نحو توجيه أكواع شرسة في المرحلة الثانية. جولة النزال الثالثة أجريت بين إصرار بلال على التفوق ومحاولة تامبسون العودة في المباراة، مما جعل التنافس على أشده في بداية الجولة، لكن لياقة المقاتل الفلسطيني العالية فرضت إيقاعها وزادت من عياء تامبسون وجراحه الدامية الظاهرة على وجهه نحو الفوز السليم. تذكروا هذا الاسم وهو لقب محمد بلال الفائز بجدارة مع العلامة الكاملة. يبقى فقط استقبالكم أعزائنا المشاهدين للفوز المستحق للمقاتل العربي محمد بلال، شاركونا بتعليق مكتوب. شكرا لكم.